يلا عيني طلاب، نرحب بكم بالجزء الأخير من محاضرة اليوم. وصلنا إلى مثال رقم 6. Find أو for the given cumulative volume measurement، منطيك table يحتوي على استيشنات الطريق واللي تبدي بالمحطة 0 إلى محطة رقم 11، ومنطيك الـ cumulative volume لكل محطة. يقول لك draw the masshole diagram and the longitudinal profile of the earthworks and find the following. ارسم masshole diagram والبروفايل، longitudinal profile، البروفايل واللي يمثل مستوى الأرض الطبيعية ومستوى الطريق بالمقاطع لل 11 محطة مال الطريق، حتى نبين المقاطع اللي موجودة ضمن الفري هول ديستنس والمقاطع الموجودة ضمن الاوفر هول ديستنس ومقاطع ضمن الويست والبرو. وايضا مطلوب من عندك الليمت اوف ايكونوميكال هول، فري هول فوليوم، اوفر هول فوليوم، ويست فوليوم، برو فوليوم، توتال كوست اوف ايرث وورك. بعد ايضا جيفن ذات منطينا بعد بالسؤال قايل ان كوست اوف اوفر هول هي 30 دينار عراقي لكل متر مكعب مضروبه في الستيشن. كلفة البرو هي 120 دينار عراقي لكل متر مكعب، كلفة الفري هول هي 70 دينار عراقي لكل متر مكعب، والفري هول ديستنس هي 200 متر، واللي هي 200 متر معناتها محطتين، كل محطة هي 100 متر. يعني فراح نبدي بالحل. أول شيء نبدي نرسم الماس هول دايجرام بالاعتماد على الجدول المعطى بالسؤال، واللي هو يمثل لنا الاستيشنات هو الاكس اكسس والكوميولاتيف فوليوم هو الواي اكسس. فراح نجي نشوف رسم السؤال. عندك الرسم يكون بهذا الشكل، عندنا منطينا بالاكس اكسس هي المحطات، نبدي بمحطه 0 الى محطه رقم 11، فقايل لك بالمحطه 0 هي 0 0، بالمحطه رقم 1 منطيك الفوليوم 1100. فهنا انت التقسيمات مالتك كل 500، يعني المربع هو 500. الستيشن رقم 2 الفوليوم بيها 2400، ستيشن رقم 3 3900، رقم 4 5400، رقم 5 5475، واللي هي هاي اعلى قيمه منطيك اياها بالفوليوم. لهذا صار التقسيم إلى حد 6000. عندك الستيشن رقم 6 منطيك الفوليوم 4045، ستيشن رقم 7 2395، ستيشن رقم 8 965، ومنطيك ستيشن رقم 9 ناقص 1635. فلهذا احتاجينا قيم بالسالبة. فوصلنا هنا 1600، يعني تجاوزنا 1500، لذلك صارت أقل قيمة هي ناقص 2000. لهذا صار التقسيم مال الـ Y axis على أساس أقل قيمة معطاة، يعني لازم يكون التقسيم هذا يعني يشمل أقل قيمة وجوها شويونة، وأعلى قيمة معطاة اللي هي 5475 وفوقها شوية اللي هي، صار التقسيم من 6000 بالموجب إلى ناقص 2000 بالسالب. وعندنا ستيشن رقم 10 الفوليوم بيها ناقصا 255، وعندنا الستيشن 11 هي 1345 قيمه بالموجب. يعني فرسمنا هذا الماس هول دايجرام. نبدي هسه نروح على هذا الرسم على مود شويه تتوضح لكم. صار عندي الرسم بهذا الشكل لانه هسه حطينا عليه القيم. نبدي بالفري هول ديستانس. الفري هول ديستانس هي معطاه بالسؤال، هي 2 ستيشن، 2 ستيشن او 200 متر. فقلنا ننزل من قمه الكيرف الكريست، هنا طبعا لو تباعون عندنا كريست كيرف، عندنا ساق كيرف، يعني هذا محدب، منحني محدب، وعندنا منحني مقعر، وعندنا هنا هاي ويست فوليوم اذا تتذكرون. فهنا انا عندي
بالأمثلة اللي أخذناها كان عندي دائماً البرو فوليوم هو جزء سالب بالجزء السالب من الكيرف، جزء سائب العفو، جزء سائب بالجزء السالب من الكيرف، فقلنا هذا برو فوليوم، بينما أنا هنا عندي جزء يعني لي فوق هم سائب بس بالجزء الموجب من الكيرف، فهذا ويست فوليوم لأن صاعد. فأنا هنا هسه جيت هسه أريد أحدد قيمة الفري هول ديستانس، قلنا هي 200 متر، فمنين راح نبدي؟ راح نبدي من قمة الكيرف، نثبت المسافة 200 زين عيني، وننزل من القمة ونشوف هاي المسافة اللي احنا ثبتناها على المسطرة، طبعا بالاعتماد على مقياس الرسم المستخدمين. هنا أنا مستخدمين انتبهوا، كل مربعين يعني معناته محطة، شوفوا بين الصفر والواحد اكو مربعين، بين الواحد والاثنين اكو مربعين، فكل مربع هو نص ستيشن، فمعناته هنا أنا اربع مربعات، فالميتين يعني معناته اربع مربعات، فاحدد هاي الاربع يعني 200 متر او محطتين او الاربع مربعات احددها عن مسطره، وانزل من قمه الكيرف واشوف وين نهايه الخط وبدايته، وين تتقاطع ويا الكيرف، فاحدد هاي القيمه او احدد هذا المكان هو الفري هول ديستانس. يعني لا، هذا بالنسبه للكريست كيرف. ما ننسى احنا عندنا بالسؤال ايضا عندنا ساق كيرف، لازم هم اشوف هم بي فري هول ديستانس، يعني بي فري هول ديستانس، بي اوفر هول ديستانس، بي ليميت اوف ايكونوميكال هول ديستانس، يعني انا لازم هاي المسافه احددها بالنسبه للكريست وبالنسبه للساق. فلو اي يعني فايضا راح اشتغل بها مثل ما اشتغل على الكريست اشتغل على الساق نفس الشغل، بس بعدين ايش راح يصير عندي؟ مثلا طلعت لي هنا الفري هول ديستانس 200 متر موجوده بالكريست مثلا وموجوده بالساق، ف الفوليوم مو حيطلع لي فري هول فوليوم، حيطلع لي فوليوم من الكريست وفوليوم من الساق، فالفري هول فوليوم الكلي مجموع الثنين. فنجي هنا نكمل بالنسبه هسه اني بالنسبه للمنحني الكريست طلع لي فري هول ديستانس حسبت 200. بالنسبه للساق البعد الافقي ما بين المحطتين اللي يتقاطع بيها الماس هول دياجرام، هذا الماس هول دياجرام تقاطع هنا ويا الاكس اكسس، فالبعد الافقي بينهم هو تقريبا هنا ثلاث مربعات، شوفوا هذا مربع ومربع اثنين وهذا المربع الثالث وشويه ونص، كل مربعه احنا قلنا نص محطه، معناتها عندي محطه 0.75 تقريبا 0.7، فهي هذه المسافة أقل أو أقصر من الفري هول ديستانس، فإذا معناته كل الأعمال هي ضمن الفري هول ديستانس، لأن أقصى مسافة أو أعرض مسافة موجودة بالساق كيرف هي أقصر أو أقل من الفري هول ديستانس، فلهذا إحنا كل الأعمال مال الساق هي ضمن الفري هول ديستانس. يعني رح نجي هسه نرجع نباوع هنا على الرسم، فقلنا نحدد هسه بالنسبه هنا حددنا الفري هول ديستانس، فالمسافه العموديه من اعلى الكيرف من القمه الى خط الفري هول ديستانس هذا يمثل لي الفري هول فوليوم، واللي هو هنا القمه مال الكيرف هي كانت 5475 ناقصا هنا الفري هول ديستانس راح يقطع الفوليوم هنا بهاي النقطه واللي هي تقريبا 4650، فطلع عندي الفري هول فوليوم هو 825 متر مكعب. يعني بالنسبة للساق وضحنا إن قلنا إنه كل الكيرف هو ضمن الفري هول ديستانس، فأثبت الفري هول فوليوم هو البعد العمودي شنو هو من أوطأ نقطة من الكيرف إلى الأكس أكسس، هذا هو فري هول فوليوم،
بالنسبة مال الساق كير، فالفري هول فوليوم مقداره تقريبا 1635 متر مكعب. هاي شنو تحسبوها؟ تحسبوها من المربعات الموجودة عندكم. 1635 متر مكعب، هذا الفري هول فوليوم. قلنا شلون حسبنا؟ اوطأ نقطة بالساق كير إلى حد الأكس أكسس. تحسبون هذا البعد ايش قد؟ هو هذا الفري هول فوليوم مال الساق كيرف. بالنسبه للكريست كيرف، الاعلى نقطه بالكيرف الى حد نقطه الفري هول ديستانس هي هذه، هذا هو يمثلنا الفري هول فوليوم. يعني وطلعنا قيمته 825، منين جتنا 825؟ هو يساوي لنا هاي الاعلى نقطه هي 5475، وهذه الخط يتقاطع ويا هنا اللي هي 4650 تقريبا، الفرق بيناتهم يطلع لنا 825 متر مكعب. هذا هو فري هول فوليوم. فعندنا فري هول فوليوم واحد وعندنا فري هول فوليوم اثنين، واحد اجانا من الكريست والثاني اجانا من الساق. فنرجع هنا نعني نباوعها، هذا عندنا فري هول فوليوم واحد 825، هذا مال الكريست ومال الساق. فري هول فوليوم مال الساق 1635. يعني راح نحتاج نحسب الليمت اوف ايكونوميكال هول ديستانس، فنشوف المعادله اللي عندنا واللي يساوي لنا مجموع مسافتين فري هول ديستانس واللي هي 2 معطى بالسؤال، زائدا هاي البارو كوست على الاوفر هول ديستانس كوست، منطينا القيم مالتها البارو كوست 120، الاوفر هول ديستانس كوست هو 30، فطلع لنا الليمت اوف ايكونوميكال هول ديستانس هو 6 ستيشن. راح نجي نثبت ايش راح نسوي؟ حنجي نثبت الست ستيشنات هنا على الرسم. الست ستيشنات معناته حسب المربعات والمقياس الرسم الموجود عندي، احنا قلنا كل ستيشن مربعين، فست ستيشن معناته 12 مربع احتاج. وابدي انزل من الفريبل ديستانس المسافه، ابدي انزل واشوف وين انا عددتها على المسطره. هي هاي المسافه مال ست ستيشنات، واشوف وين يتقاطع هاي نهايه هذه الخط وبدايته مع نقاط من الكيرف، فهذه هي المكان اللي يتقاطع به، هو هذا معناته الليمت اوف ايكونوميكال هول ديستانس. يعني مثل ما نشوف بالرسم، حددت الليمت اوف ايكونوميكال هول ديستانس، عندي الفري هول ديستانس، اقدر اعين الاوفر هول فوليوم واللي هو يساوي لي حاصل الفرق ما بين هذا الفوليوم المقدار مال اللي يقابل هذا خط الفري هول ديستانس مع هذا الفوليوم، فهو 4650 ناقصا 1700 ويطلع لي 2950 متر مكعب. نجي انا بما انه حددت الليمت اوف ايكونوميكال هول ديستانس، معناته اقدر احدد الويست فوليوم. الويست فوليوم هو البعد العمودي ما بين الاكس اكسس والنقطه اللي يتقاطع بها الليمت اوف ايكونوميكال هول ديستانس مع الكيرف من جهه الصعود، هذا الويست واللي هو هنا يساوي لي 1700 متر مكعب. بالنسبه ان هنا بهذا الرسم عندنا ويست فوليوم ثاني اللي هو يا هو هذا الجزء السائب من الكيرف من جهة الصعود، يعني جزء بالجزء الموجب. يعني فهذا يساوي لنا لو نجي أيضا نقيس الفوليوم مالته يساوي لنا 1345 متر مكعب. زين، أما بالنسبة للبرو فوليوم فإحنا عندنا ناخذ من جهة النزول المسافة العمودية ما بين الأكس أكسس والنقطة اللي يتقاطع بها الليمت أوف إيكونوميكال هول ديستانس مع الكيرف، ويمثل بالفول سكشن بالنزول. فالمسافة العمودية تمثل البرو فوليوم وأيضا تساوي 1700 متر مكعب. إلى هنا عيني طلاب ننهي هذا الجزء من المحاضرة.